حيث باشرت الوكالات السياحية نقل جوازات سفر معتمريها إلى مصالح الديوان الذي تكفل بإدخالها إلى مقر القنصلية السعودية للتأشير عليها. التقرير لإكرام تبوي. بعد شد وجذب سبق انطلاق الموسم الجديد، انطلقت عملية منح تأشيرة أداء مناسك العمرة، حيث باشرت الوكالات السياحية نقل جوازات معتمريها إلى الديوان الذي يتكفل بإدخالها إلى مصالح القنصلية السعودية للتأشير عليها. بالنسبة للعدد الحالي تاع المعتمرين تاعنا تقريبا 750 معتمر اللي قمنا بالإجراءات اللازمة تاعهم. وبدينا بعملية تأشير الجوازات، يعني بدينا تحصلنا على موافقات وقمنا باللازم وقدمنا سلمنا الجوازات للديوان الوطني للحج والعمرة اللي قاموا بدوره بإدخال الجوازات للسفارة وتأشيرها في نفس اليوم. الحمد لله يعني عملية مشت على ما يرام. العملية التي انطلقت مبكرا هذا الموسم لا تزال متواصلة، حيث قامت مصالح القنصلية السعودية بالتأشير على أكثر من 5000 جواز سفر. إلى حد الآن عندنا أكثر من 10 وكالات أودعت جوازاتها للتأشير من طرف القنصلية. إلى حد اليوم أننا وصلنا إلى عدد أكثر من 5062 جواز، هذه كلها أشيرت. العملية تسير كما كانت عليه في السنوات الماضية، أن الوكالة تضع جوازاتها في الفترة الصباحية تأخذ في الفترة المسائية، وكذلك هي وإدخال إلى القنصلية على فترتين. عمرة الجزائريين تسير في سياقها المعهود رغم التخوف والتساؤلات العديدة التي رافقت الإجراءات الجديدة للديوان الوطني للحج والعمرة والشريك السعودي.